شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن قمة نيروبي شهدت تناول عدد من البنود الهامة على صعيد العمل الإفريقي المشترك، خاصة ما يتعلق بمراجعة التقدم المحرز في مسار التكامل الإقليمي، وكذا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتقييم دور كل تجمع إقليمي في هذا الشأن، إلى جانب الخطوات التي تم اتخاذها في مسار تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، بالإضافة لقصص النجاح في هذا الصدد. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة في هذا الإطار، تناولت دور وكالة النيباد في تعزيز التكامل الإقليمي اتصالاً برئاسة مصر لها، والتي تأتي امتداداً للدور المصري الراسخ في تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، خاصة ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الكينية نيروبي الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش مشاركة السيد الرئيس في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. وقد رحب الرئيس الكيني بزيارة السيد الرئيس إلى نيروبي، مثمناً متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها. وعقب انتهاء فعاليات القمة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الكينية نيروبي عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن.